تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. الحضور الكريم سيد الرئيس، سيدات والسادة، هذه اللحظة التي أقف أمامكم كيسكنني واحد الشعور بالافتخار بالزهو بالانتشاء بالانتماء لهذا الحزب الكبير لهذا الحزب العتيد. احنا مجموعة من الإخوان الحاضرين هنا رافقنا تجربة بناء هذه الحزب، واليوم بعد اللقاء خاصة الشباب والأجيال المنتخبين اللي التحقوا بنا تمشيوا وانتم فخورين بأنكم في أكبر حزب في أفضل حزب. المنتدى واللقاء الوطني ديال المنتخبين ديال التجمع الوطني للأحرار هو مناسبة للتجميع وحوصلة النتائج والخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها المؤتمرات الإقليمية والمؤتمرات الجهوية ديال المنتخبين على امتداد السنة الماضية، واللي فيها واحد العدد ديال المقترحات واحد العدد ديال التوصيات واحد العدد ديال الأفكار التي تسعى إلى تجويد العمل ديال الجماعات المحلية وتطوير هذا العمل والارتقاء به سواء الجماعة الترابية أو الغرف المهنية. احنا سعداء أن المنظمة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين في التجمع الوطني الأحرار نجحت بعد هذا الجهد في صياغة واحد الوثيقة اللي هي مسار تنمية، اللي غتكون إن شاء الله موضوع نقاش وطني واسع مع أحزاب الأغلبية، مع أحزاب المعارضة، مع المجتمع المدني، وأيضا مع المرافق الحكومية المعنية بعمل الجماعات المحلية خاصة مع وزارة الداخلية. كانت هذه الفرصة لنقاش مهم موضوعي علمي، وأيضا كانت فرصة للاستماع لهؤلاء المنتخبين. ونحن اليوم في هذا اللقاء نجدد العهد على دعم الجماعات على تقويتها وعلى السير إلى تجويد واتخاذ كل القرارات اللي يمكن تسمح لها بتحسين عملها. كان لقاء أيضا فرصة لتزامنه مع تقديم رئيس الحكومة للحصيلة ديال منتصف الولاية، فرصة لنقاش هادئ وللتعبير عن تثمينينا وتقديرنا لحصيلة هاد العامين ونصف من عمل الحكومة في كل المجالات خاصة الحقوقية والسياسية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي كل ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر والرعاية الصحية وكل ما يرتبط باستراتيجيات الحكومة، خاصة وأن هذه الاستراتيجيات بدأ المواطن يلمسها في حياته. شكرا لك. شكرا سيد الرئيس. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.